دلوقتي فنبدأ بخبرنا الأول من رئاسة الجمهورية اللي أعلنت عن موعد افتتاح الرئيس لكبرى المشروعات القومية في الكهرباء. المتحدث الرسمي بسام راضي قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هيفتتح غدا عددا من المشروعات القومية الكبرى في قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، من ضمنها المحطات الثلاث العملاقة والأحدث في العالم اللي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في كل من العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرولوس. الطاقة الإنتاجية الإجمالية 14400 ميجا وات، يعني حوالي 50% زيادة في الطاقة الكهربائية لشبكة الكهرباء الحالية بجمهورية مصر العربية. وهيتم كمان افتتاح أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الرياح اللي هي محطة جبل الزيت، دي تعتبر الأضخم من نوعها في العالم.